الاجتماعي. اليوم تم ودعت مصر واحد من أهم رموزها العسكرية، الفريق صلاح حلبي. والفريق صلاح حلبي اشتهر في السنوات القليلة الماضية بأنه قائد القوات المصرية في عملية تحرير الكويت، لكن بالتأكيد له تاريخ عسكري كبير. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة القوات المسلحة شاركوا في الجنازة، لكن كمان لابد أن نسلط الضوء على التاريخ العسكري للفريق صلاح حلبي. هنتعرف على ذلك من خلال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين. سيادة اللواء، نحتاج لتسليط الضوء على رموزنا الحقيقيين في زمن الأقزام وزمن ادعاء البطولات، نحتاج أن نسلط الضوء على الأبطال الحقيقيين. الفريق صلاح حلبي اللي كانت جنازته اليوم وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة، من هو؟ نقول إن حقيقة القوات المسلحة يعني فقدت قائد عظيم من قادتها وهو الفريق صلاح حلبي. الفريق صلاح حلبي أولا هو تولى جميع وظائفه في القوات المسلحة اعتبارا من لما قائد فصيلة لحد ما وصل إلى قائد الجيش الثالث الميداني. سيادة الفريق صلاح حلبي أولا اشترك في حرب 67 وحرب الاستنزاف، ثم كان رئيس عمليات أحد الألوية اللي هي كانت الطلائع الأولى في العبور في حرب 73، يعني في أول موجات العبور كان هو أحد قادة أو رئيس عمليات أحد اللواءات الرئيسية. بعد كده اشتغل في العديد من الأماكن، يعني إدارة المخابرات الحربية، كان في وزارة الدفاع وهو مقدم، فايت العمليات كذا مرة، معهد المشاة. إنما أنا عايز أقول حاجة، يمكن البؤرة المضيئة في حياة السادة الفريق صلاح حلبي وهو لما كان موجود كقائد للقوات المصرية والعربية في حلب خليج. إحنا لما صدام حسين اجتاح الكويت وهناك نشأ تحالف لإعادة تحرير الكويت مرة أخرى، تكون طبعا مجموعة من القوات، كان في القوات الأمريكية ودي كانت أكبر مجموعة، ثم تاني مجموعة بعدها كانت هي القوات المصرية، كان في اثنين فرقتين مشاة، واحدة ميكانيكي واحدة مدرعة، بحوالي 35,000 مقاتل. الفريق صلاح كان بيقيد هذه القوات، كان أيضا موجود في الجبهة أيامها برضو، ودي حاجة للتاريخ تتقال، الفرقة المدرعة السورية. لما بدأ التخطيط لتحرير الكويت يمكن الفريق صلاح أو القوات المصرية خدت أشقى مهمة وهي تحرير الكويت، لأن الكويت كلها مدن هتخش تقاتل في المدن، وإحنا كعسكريين نقول إن دايما المدن هي مقبرة الجيوش، لأن طبعا عملية صعبة جدا من بيت لبيت من شارع لشارع. وذلك القوات الأمريكية خدت الجانب الصحراوي وفي اتجاه بغداد، أما القوات المصرية خدت في اتجاه الكويت. مع بداية الساعات الأولى من الحرب كانت الجنرال شكاركوف اشتكى ان القوات المصريه بتتقدم ببطء، وبالتالي القياده المصريه بلغت الفريق صلاح. بعد شويه اشتكى للسيد الرئيس مبارك، الرئيس مبارك كلم الفريق صلاح حلبي قال له فندم انا داخل بقواتي، انا عندي فرقتين داخل بيهم 30,000 35,000 مقاتل، ولا يمكن اعرض قواتي للخطر، لان القتال في المناطق المبنيه بيصيب دايما بخسائر كبيره، انا واخد مهمه وححرر الكويت، وانا قادر في النهايه ان انا ارفع العلم الكويتي على ابنيه الكويت مره اخرى دون ان احقق اي خسائر. وحقيقي دي تتحسب للفريق صلاح، وكلنا في القوات المسلحه كنا بنقدر هذا العمل العظيم. يعني الولايات المتحده الامريكيه عسكريا اتهمته بالتباطؤ والبطء، وهو عنده استراتيجية تتعلق بكيفية دخول حرب بيوت ومدن. يعني بالضبط، انت داخل حرب بيوت لازم تبقى طبعا حرص على قواتك، وقال له انا بخايف على اولادي لان مش معقول اضحي بيهم في سبيل القوات الامريكية في الصحراء وعندها غطاء جوي، سيطرة جوية كاملة. وبالتالي فعلا الفريق صلاح حقق تحرير الكويت، يعني الخسائر كانت بسيطة للغاية ولم اي مطالب من القياده الامريكيه. عشان كده الناس بتقدر دور الفريق صلاح بالذات في حرب الخليج.
الحته برضو اللي عايزين نركز عليها يا وائل الشعب المصري، ان كان في حفر الباطن القوات الامريكيه ومعاها الانجليزيه والفرنساويه، ثم القوات المصريه الفرقه السوريه، الفرقه السوريه الفرقه المدرعه السوريه لم تتحرك من حرف الباطن، انما اللي دخل وحرر الكويت مين؟ هي القوات المصريه وكان معها جزء من القوات. يعني الفرقه المدرعه السوريه لم تتحرك من حفر الباطن؟ لا دي لم تتحرك خالص. خالص. لم تتحرك من حفر الباطن. سيادة اللواء ممكن نمشي بالتليفون عشان الصوت متقطع، اتفضل. بقول ان القوات السوريه لم تتحرك، وقد ايه ده يدي الشعب المصري النهارده ان ليه احترام دول الخليج لمصر، وان دول الخليج عارفه تماما ان القوات المسلحه المصريه هي السند بتاع اي دولة في المنطقة. عشان كده يعني مساندتهم القوية للجيش المصري ليست من فراغ. بالزبط. شافوا ذلك في الواقع يعني. بالضبط. وده بيدي قيمة للشعب للجيش المصري، مش بس داخل الشعب المصري، ولكن بيدي قيمة للجيش المصري في منطقة الخليج. عشان كده احنا بنقول ان دلوقتي لكل الناس قد ايه في مصر لازم نحترم جيشنا، ولازم نحترم قواتنا المسلحة، ولازم نبقى عارفين ان القوات المسلحة لها دور رئيسي مش في مصر بس مع شعبها، ولكن مع دول الخليج. بعد كده الفريق صلاح الحلبي عاد الى مصر، وبعد كده تولى رئاسة الاركان لمدة 4 سنين، ورغم انه عمل عملية قلب مفتوح وهو رئيس الاركان، انما استمر في مهمته واداها خلال الفترة كاملة له، وبعد كده تولى الهيئة العربية للتصنيع. الفريق صلاح الحلبي الجيش المصري كله حقيقي بيحترمه بيقدره، وهو للاسف لم يكن يحب دايما الاتصال بالاعلام، فانا حبيت النهارده من خلال برنامجك وانا بشكرك ان الناس تعرف من هو هذا الرجل العظيم اللي القوات المسلحه كلها فعلا بتقدر جهوده اللي عملها مش لمصر بس ولكن للامه العربيه. وانا بشكر حضرتك، لانه في زمن الابطال الوهميين كما اؤكد، في زمن ادعاء البطولات، في زمن الاقزام، نحتاج لأن نعلم الناس، ونحتاج لأن نسلط الضوء على أبطالنا الحقيقيين وعلى الرموز العسكرية الوطنية.